عم بندق حبيبي يا عم بندق. عم بندق هو الحمامة شريهان؟ نيلي عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي آخر حاجة كنت تتخيلها شريهان وعم بندق. احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك يعني الدبدوب. ولا لم نفسك، انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبة دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انتي سحلوبي، رد عليها. لم نفسك يا بنت انتي. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي كلامها كده دبدوب؟ لم نفسك يا دبدوب. طب عن اذنك كده يا سحلبة يا سحلبة يا سحلبة. الله 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 الله. طب اقولك على حاجة، السحلبة دي تبقى امري. عم بندق عم بندق، حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهرية؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهرية. برضك انت اللي بضحتيه بالفيز. انا كنت عايزة اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي، ما كنتش عارفة اصلا، كده كده ما كنتش عارفة اخبطك بالقوقعة اللي على دماغك دي. قوقعة دبوني. بس بقى انت وهي، خلونا نشوف الراجل ده اللي حصل له. عم بندق عم بندق، الراجل بيصوصو يا جماعة. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيف 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 شيف. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضو هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي، عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجلة معايا، عايزة تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزة انت حرة. هي كده يعني؟ اوكي. الحمد لله بيفوق اهو يا جماعه. بس 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 بس، كلب وراح كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم احطه في الثلاجه عشان تسقيه. جبنا العيش وحطيناه في الثلاجه الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي وانا الثلاجه. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكره خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي، والله كبرتي يا نيلي. انا مش قادره اصدق ان انا في المكان اللي اترسم فيه اعداد ميكي يجيب ولغز ميكي. انا مش قادره اصدق كميه التراب اللي انا واقفه فيها. هو احنا جايين نسكن هنا؟ احنا جايين ندور على الفلوس. شوشو شوشو، ايه هقعد؟ استني يا ماما، المكان كله تراب. قرف ده يا حبيبي. تعمل ايه؟ تعمل ايه انت؟ اقعد يا شوشو اقعد. طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى؟ ما احنا زينا زيك اهو، مش فاهمين حاجه، بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعه الدمنهور اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقولك يا سيد، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا ادور هنا. متربة قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضو. ما تحاولش، مفيش. اعمل لك كوبايه شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده. شكرا يا عم بندق، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتخطب وتيجي تخدنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجه، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندق يا لذيذ انت، في خزنه في المكان اللي احنا فيه ده؟ اكيد لا. اكيد لا، ولا تعمل زي عم عبد البواب. لا 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 لا، اكيد لا. اصلي انا بصراحه اللي فارش المكان ده حته حته مع جده، ولو كان جده جاب خزنه كان قال لي، اصل هو ما بيخبيش عليا حاجه ابدا خالص، جده بيحبني. انت بتحب المكان ده جدا جدا؟ طب ما تنضفه، بيجي لي حساسيه. وبعد كده اقول لكم على حاجه بصراحه، انا ليا ذكريات جميله جدا جدا. تعرفي اللوحه دي؟ مالها؟ انا اللي معلقها.
جبت مسمار 10 سنتي صلب حطيته، رحت ماسك الدبش قد كده، رحت عامل كده اهو جاي تنزل طبعا، قام جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا جه في المسمار وعلقت اللوحه. امال انت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، اصل انا خايف. استنوا يا جماعه، اللوحه دي هي اللي موجوده في المجله. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحه؟ ممكن تبقى الخزنه وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشه فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعه دلوقتي عم بندق بيقول لك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبه والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل الطوبه جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ أكيد طبعًا. أنت كمان هتعمل نفسك عارف إن في رقم سري؟ لا أنا بقول أكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش إيه هو الرقم السري. طبعًا عشان ما تكذبش. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين أنت؟ إيه اللي أعرف منين؟ أي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الأهلي وأفريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932. يعني 19th. معلش، الاثنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاثنين؟ معروفة إن التلاتة أكبر بالاثنين. أنتوا بتقولوا 32 فأنا بتلخبط. ما خلاص نو بروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. انا بس بعد اذنكم. ممكن بعد اذنك تفضل. ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فلوس ايه متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو، فيها زفت مجلة. ايوه طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يعني اللي ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان، ما تقولش كنز، الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي ناشونال تريشر. انت بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. لا نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادرة تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعة، يمكن جده سايب لنا فيها رسالة زي اللغز اللي فات. صح والله انت عايشة في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجلة والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ مش انت لسه عمالة تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعة وانت تحلي قطعة. بقولك ايه يا بنت، انا مش ناقصة تفاهة وهيافة. هاتي المجلة بدل ما اخليك انت قطعة.
لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المكنه انت بديك على وشك. لا 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 انت كمان هتزعلي. انت كمان هتزعلي. ايه انت كمان هتزعلي؟ لا لا مكتب تنسيق يا اخي عيب. لا ولا بس مساء الخير. انتوا مين بقى يا مؤاخذه؟ الله بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك فاضل ازيك؟ اهلا يا عم دهب. اهلا اهلا يا عم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كا الله يرحمه مؤاخذه ما مات. اه عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفة، ده كان حبيبي. أكيد أنتوا بقى أحفاد بكاوي صح؟ واضح إن حضرتك ذكي ولماح. يبقى أنت بقى أكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح إن حضرتك ما عندكش تمييز خالص. أنا نيلي، واللي لابسة بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك. أنا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي؟ أبقى أنا بقى عم فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح. انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا بنات عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلمات المتقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مازن؟ لغز لغز. الحياه كلها الغاز والذهب. ما هو انت عارف البنت دي اصلها شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى. انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول. لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سلام يا بود. مع السلامه يا بود. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح. اقفل انت بقى وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. ما تهزرش يا هاني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون؟ امال استنى يا عم سيف لما حد يشد لي البنطلون. لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي. حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك ايه، معاكي انتي بكتيريا؟ انتي هبله يا بنت انتي، وانا همشي بكتيريا ليه انا في شنطتي؟ انا ما قلتش بكتيريا. انت لمع باشا لمع. لا لا بسكوتش معلش المره الجايه. يعني مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه المره الجايه. طب شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك ايه بقول لك ايه، خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو لمع باشا خد لما علي النضاره دي مبصمه. عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ اه والله. ماشي انا موافق. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده. لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء. انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه؟ هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننت يا بت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني، بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكلة دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، ايه المشكلة انك تكلميه؟ المشكلة انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونة وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع انه هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذة هيا هاني، ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟
يا ست كل بتقولي كان عايز يتجوزها يعني عينه فيها اصور يعني ولا ايه؟ ايوه ما هو شربهاش وسابها لك انت شربتين. بس يا عم انت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. ايه دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعا ما يصحش. تسلم يا نخوه. سيف ايه صح؟ ايه ده يا ابو الرجال؟ وانا ينفع امتنع عن الاجابه؟ طيب هاني مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ ده الحمد لله عندي ثقه وكرامه وكل الحاجات الحلوه دي، بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحل اللي كان بيلغيها من زمان دهوت ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت بوت. ما انت كده انت كده بتعزف على رجلي. معلش يا استاذ نيلي خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه اشوف لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي. افكرك قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل ألبوم زي أصحابك الأهلوية الدخلوية. أيوة الدخلوية. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتب عليه الثقافة اللي مش هنتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من التواجن للتحرير. طواجن إيه؟ طوابق whatever. هي هاني قلت إيه؟ وافق بقى. وافق بقى. وافق وافق والنبي. والحلو والنبي تبسم للنبي. للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما متسيفة عندي. متسيفة بقمرت ايه ان شاء الله؟ ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان. وانت كمان قالك ايه؟ قالك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي. بقولك ايه؟ انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ اه طب ده انا جنبك قوي 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانية واحدة احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوة هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك انما دي مش راكبة. whatever. افهمي لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه وبعدين. ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هدية كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك ايه الجديد؟ علمت عليكي بس يا سفروت. بس هي بصراحه علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذه اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافه ايه ده؟ سيف بقول لك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجه اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجه بقى بليز. اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرنباق ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر ده غير ديزرت الشيطان.